السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس حل المعادلات التربيعية باستعمال القانون العام. بدأ أول شيء نتعرف على المعادلة التربيعية. الصورة القياسية هي ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم. اثنين، نتعرف على القانون العام، هي سين سالب باء موجب أو سالب جذر باء تربيع ناقص أربعة ألف ضرب جيم على اثنين ألف. ثالثا، نتعرف على المميز، هي القيمة الموجودة داخل جذر التربيع اللي هي باء تربيع ناقص أربعة ألف جيم. له ثلاث حالات المميز. أول شيء إذا كان ناتج حق بالموجب يكون له حلين، إذا كان صفر حل واحد، إذا كان بالسالب لا يوجد له حل. نبدأ الحين مثال واحد، حل كل معادلة ما يأتي باستعمال القانون العام. واحد سين أس اثنين ناقص اثنين سين ناقص خمستاش. نبدأ الحين في الحل. أول شيء نحدد الألف، الألف تساوي واحد، والباء والجيم. الباء تساوي اثنين سالب اثنين، والجيم تساوي سالب خمستاش سالب خمستاش. بعدين نجي نعوض الآن في المعادلة التربيعية. الباء سالب اثنين سالب اثنين سالب العدد سالب المعادلة يطلع موجب سالب سالب موجب موجب اثنين موجب أو سالب جذر. الباء تربيع سالب اثنين ضرب سالب اثنين موجب أربعة موجب أربعة ناقص أربعة ضرب ألف ناقص أربعة ضرب واحد ضرب الجيم ضرب خمستاش سالب خمستاش. نبدل على اثنين ألف، اثنين ضرب واحد. نبدل الحين في الحال، نبدل في الضرب الحين. نضرب سالب أربعة ضرب واحد سالب أربعة سالب أربعة ضرب سالب خمستاش موجب ستين، تصير موجب اثنين موجب أو سالب جذر أربعة زائد ستين على اثنين ضرب واحد في اثنين. نبدل الحين أربعة زائد ستين بأربعة وستين يصير جذر أربعة وستين، جذر أربعة وستين يساوي ثمانية، تصير اثنين زائد أو ناقص ثمانية على اثنين. نبدل الحين نطلع الناتج حقها سين واحد وسين اثنين. نبدي اثنين زائد ثمانية على اثنين، مرة ناخدها بالموجب مرة ناخدها بالموجب ومرة ناخدها بالسالب. أول شيء اثنين زائد ثمانية فيه عشرة، عشرة تقسيم اثنين تساوي خمسة. نبدأ الحين في المعادلة الثانية بالسالب. اثنين ناقص ثمانية فيها سالب ستة، سالب ستة تقسيم اثنين تساوي سالب ثلاثة. نروح للمعادلة الثانية، سين أس اثنين ناقص ثمانية سين يساوي سالب عشرة. نلاحظ أن المعادلة مو مرتبة على الصيغة ألف سين ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم، فنجي ونعدلها. وجه السين تربيع ناقص ثمانية سين ناقص عشرة بنقلها للطرف الثاني بصير موجب عشرة يساوي صفر. حدد الحين الألف، الألف تساوي واحد، والباء تساوي سالب ثمانية، والجيم تساوي
موجب 10، موجب 10. نبدل الباء تساوي سالب 8 سالب في المعادلة، سالب في القانون تصير موجب 8، موجب 8 موجب أو سالب الجذر. سالب 8 ضرب سالب 8 تساوي موجب 64. حتى الحين ناقص 4، 4 ضرب ألف، 4 الألف تساوي 1، 4 ضرب 1 ضرب الجيم ضرب 10. نبدل الحين على 2 ضرب 1، 2 ألف، ألف تساوي 1. نبدل الحين 4 ضرب سالب 4 ضرب 1 سالب 4، سالب 4 ضرب 10 سالب 40، صير جذر 64 ناقص 40. أربعة وستين ناقص أربعة ناقص 40 فيها 24، صير 8 زائد أو ناقص جذر 24 على 2. جذر 24 تقريبا يساوي 4.8 زائد أو ناقص على 2. نبدل الآن سين 1 أو سين 2. نبدل الحين وش ناخدها بالموجب، 8 زائد 4.8 و8 ناقص 4.8 على 2. نبدي 8 زائد 4.8 يساوي 12.8 على 2 تساوي، عفوا 8 ناقص 4.8. ثمانية ناقص 4.8 تساوي 3.2، 3.2 على 2. بعد الحين نقسم، هذه تساوي 1.6، هذه تساوي 6.4. الآن نذهب إلى مثال 2. حدد قيمة كل مميز لكل معادلة ثم حدد عدد حلولها. سين أس 2 ناقص 9 سين زائد 21. ما قلنا المميز هي القيمة التي تكون داخل الجذر، يعني باء تربيع ناقص 4000 في جي. نبدل الحين الباء تربيع، وش نحدد؟ الألف تساوي والباء والجيم. الألف تساوي 1 والباء تساوي سالب 9 والجيم تساوي 21. الحين بدي في الحال الباء تربيع تصير سالب 9 ضرب سالب 9 موجب 81 ناقص 4 ضرب ألف ضرب 1 ضرب جيم ضرب 21. 4 ضرب 1 4، 4 ضرب 21 سالب 84، سالب 84. 81 ناقص 84 تساوي سالب 3. احنا قلنا اذا الناتج بالسالب يكون لا يوجد له حل. لا يوجد له حل. الحين نروح للمسألة الأخيرة
تسعة سين أس اثنين زائد 24 سين يساوي سالس 12. أول شيء نعدل المعادلة، صير 9 سين تربيع زائد 24 سين زائد 16 يساوي صفر. أول شي حين نحدد الألف والباء والجيم. الألف تساوي 9 والباء تساوي موجب 24 والجيم تساوي 16. جيم تساوي 16. حين نبدل الباء تربيع 24 سالب يصير 24 ضرب 24 يساوي 576. 576 576 ناقص 4 ضرب 9 ضرب 16. أول شيء نضرب 4 ضرب 9 سالب 4 ضرب 9 سالب 36 سالب 36 ضرب 16 سالب 576 تصير 576 ناقص 576 تساوي ناتج صفر. إذا كان الناتج صفر عد لها حل واحد، يكون لها حل واحد. حل واحد. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.